القطاعات المنتجة هي خشبة الخلاص الاقتصادي لبنان، والقطاع الزراعي والصناعات الغذائية واعدة في هذا المجال. نحن بنصنع باستا بطريقة صحية من الخضرة اللبنانية، فيها شمندر وجزر وسبانخ وحبق. كنا بمطرح وصرنا بمطرح تاني، نحن قدرنا نبلش نصدر لبرا على الدول العربية، على دبي والدوحة. أنا من 4 سنين استلمت المحمصة، وعندنا كمان مصنع تشيبس. من سنتين لهلأ ما شغلنا ما بقى مثل قبل، لأنه الحمد لله يعني بفضل ماشين جديدة لتغليف التشيبس ساعدتنا أنه نعلي إنتاجنا، فبالتالي قدرنا نوصل لأسواق أكتر، وإن شاء الله بكرة مصير كمان نصدر لبرا. ليلى وسالي هن من بين نحو 2000 شخص استفادوا من برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية يلي قدم دعم مالي وتقني للستارت أبس والشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع الزراعة والصناعات الغذائية، خصوصاً بالمناطق المهمشة. عملنا أكيد تريننج كتير وتعلمنا الجود أجريكولتشر براكتسز، ضلنا على شهادة ICM يلي هي بتخلينا نصدر لبرا. كنا منمارس الزراعة بصورة تقليدية مثل ما ورثناها من الأهل، ولكن إجا البروغرام عطانا أساليب علمية حسنت بإنتاجنا ووفرت علينا بكلفة الإنتاج. البروغرام قدرنا نقوي وجودنا وحضورنا بدول الخليج، قدرنا نعمل تيستينج ونوزع عينات ونماذج للزبونات يعرفوا عن صنف طبعنا. بس لحظة، ليش قطاع الزراعة والصناعات الغذائية؟ أولاً هيدا القطاع بيولد فرص عمل للنساء والرجال خصوصاً بمناطق الأطراف. ثانياً هو باب أساسي لدخول العمل الصعبة إلى البلد، علماً أنه صادرات المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية تعدت الـ 450 مليون دولار سنوياً بين 2019 والـ 2022. ثالثاً لأن الزراعة والصناعة قادرين يصمدوا أمام الأوضاع الأمنية والسياسية، بعكس غير قطاعات مثل السياحة يلي هي هشة أمام هيك أوضاع. And as we've seen in the last 4-5 years, Lebanon has been suffering. Lebanon has been in a real economic crisis. And the way out of it is not band-aids. It's not humanitarian assistance. We're doing the humanitarian assistance. We're trying to respond to all the humanitarian needs, but where you can get people to basically recover themselves and help recover the country, that's what we need to be doing. لليوم وبحسب المتابعين بعده لبنان بيستورد نحو 80% من حاجاته، وبعده بعيد عن الإصلاحات ودعم القطاعات المنتجة مثل الصناعة والزراعة، وأصلاً موازنة وزارة الصناعة مثلاً هي أقل من 1% من الموازنة الحالية. فهل رح تتغير الأرقام؟ كل ما دعمنا منتج صنع بلبنان منكون عم ندعم مزارع أو صناعي للصمود بأرضه وتطوير مشروعه بالاقتصاد، ونساعده أنه يصدر ويوصل اسم لبنان للخارج.